ميرا افتحي الباب، أنا كتير معصب منك، افتحي الباب، ما ضل وقت، لازم روح على الخرابة. بس ينمسك الخاطف يا فيفان، بعدها بصير فيك تروح على كيفك ولوين ما بدك، بس هلأ بعتذر منك، بتمنى تفهم موقف. باي فيفان، آسف. ميرا، ميرا. يا ناس، إذا بتريدوا افتحوا الباب. هاي، ليش طالع صوتك؟ المفتش حبسك بالغرفة، لهيك خليك جوا. افتح لي الباب بسرعة. ما راح افتح لك الباب. اسمع كلامي، فكر ما فيني اطلع إذا ما اجيت وفتحت لي الباب مو؟ شو صار؟ سيد كابور؟ سيد كابور؟ وقف عندك! لك وقف! لا حاجتك تخباية يا جبان!